كابتن أسامة، ألف مبروك، فوز مهم ومطلوب للنادي الأهلي على المقاولين العرب ورابطة الأندية. قلنا في قبل بداية المباراة كابتن أيمن ثلاث نقاط مهمين طبعا. في البداية مبروك للاعب النادي الأهلي والجهاز الفني. النادي الأهلي كان الأفضل، رغم أن النادي الأهلي كان عنده في بعض الأوقات أو فوات كتير النهاردة تحفظ في النواحي الدفاعية، وكان في وقف في وقفة، لكن النادي الأهلي كان بالفرص كان النادي الأهلي هو الأخطر النهاردة. مكسب النهاردة ثلاث نقاط، بتبتعد دلوقتي بالصدارة ببطولة الدوري خمس نقاط عن أقرب منافسيك في المركز الثاني بيراميدز، متعادل مع فيوتشر يعني. أنت 44 نقطة والفريق الثاني 39 نقطة، وأنت لسه ليك ماتشين مؤجلين. ده شيء إيجابي أنك ماشي في بطولة الدوري بهذا الشكل يعني، خاصة أنك أنت الهدف الكبير ليك السنة دي، وبأكد على النقطة دي، الهدف الأكبر ليك السنة دي هو بطولة الدوري. النادي الأهلي ما ينفعش يخسر ثلاث سنين دوري، لا، السنة دي سنة مهمة جدا النادي الأهلي يحصد بطولة الدوري. الشيء اللي جاب النهاردة وأنت بتاخد الثلاث نقاط، الحمد لله أنا ما عندكش إصابات. صح. طلعت من المباراة برغم الضغط، المباريات بتلعب كل 48 ساعة و 72 ساعة ماتشات، وماتشات مهمة مش ماتشات يعني تحصيل حاصل، لا، كميات جري كتير. شوف المقاولين، نادي المقاولين لعب يوم واحد ثلاثة في الشهر، انت لعب يوم أربعة، النهارده بتلعب سبعة، المقاولين مريح ست أيام وأنت مريح حوالي 48 ساعة بس. أيوة. فشوف كميات الجري، النهارده حتة إنك تخرج بدون إصابات ده شيء إيجابي النهارده علشان المباراة القادمة المباراة المهمة. قبل المباراة أنا قلت، وكان الكابتن علاء بيتفق معايا، حتى لو النادي الأهلي كان تعادل النهارده هنبقى زعلانين، لكن إحنا مشفقين على اللعيبة. إزاي النهارده أنت كل 48 ساعة تلعب مباراة؟ ما ده حمل كبير جدا. انت شوف اللعيبه، حتى لعيب الكره لما بفايق كميات الجري، الاشارات العصبيه العضليه بتبقى اسرع في اتخاذ القرار، في الحركه، في تسجيل الهدف. لا، لعيبه النادي الاهلي في اجهاد، في اجهاد ذهني، في اجهاد بدني. والناس دايما بتضرب المثل تقول لك طب ما احنا في اوروبا الناس بتلعب عادي كل 48 ساعه. لا، العوامل مختلفه تماما. هو انت النهارده في اوروبا لما بتلعب في دوري ابطال اوروبا بتسافر من بلد لبلد، انت ساعه واحده بالطياره بالزبط. انت السفريه اللي جايه انت من شمال القاره لجنوب القاره 7 8 ساعات لوحدها، 7 8 ساعات ايه، 13 ساعتين قبلها وساعتين بعدها، 13 ساعه ساعه تروح الفندق، تنزل ترانزيت كمان في السودان، تنزل ترانزيت في اثيوبيا، بتكمل بعد كده ده وانت قاعد في طياره خاصه. يعني انت ما بتنزلش يعني طياره خاصه للعيبه وللبعثه بس، فبتاخد ما يقرب من 13 ساعه، بتنزل من المطار، بتاخد الباص، بتروح المكان الاقامه، العوامل مختلفه. صحيح. الجو نفسه مختلف، فما ينفعش ان احنا نقارن. ده اللي بيحط الجدول بقى، ده الناس اللي بلال بيقول عليه رابطه الانديه، لازم الناس تستشعر ان دول بشر، دول بني ادمين، ده لعيب النهارده جزء من ان هو يبدع في الملعب، لازم يبقى واخد الاستشفاء الكافي ليه، الراحه الكافيه ليه، علشان اللعيب يقدر يبدع. النهارده احنا مشفقين على لعيب النادي الاهلي، حمدي فتحي تحس ان واحد عارف بيجري يعني خلاص طلع كل اللي عنده. مروان عطيه كان في الشوط الاولاني، ديانج لما نزل، لا، اللاعب محمد عبد المنعم مع كل خبطه بيقع بنقول ربنا يستر النهارده ويكمل. فلا، احنا مشفقين على لعيب النادي الاهلي والجهاز الفني. انتوا هنا في الصوت التحليلي محتاجين تعملوا استشفاء كل 48 ساعه، كل 48 ساعه بتحللوا مباراه. فتخيل اللعيبه اللي بتلعب 90 دقيقه ومطالبه بالفوز. النهارده الايجابيه الثالثه مع ثلاث نقاط، مع الحمد لله ما فيش اصابات، طريقه لعب كولر النهارده. واحنا كنا بنقول لو انت النهارده كسبان واحد او اثنين مش عيب ان انا اغير، ما غير يعني اغير طريقه لعبي. ايوه، غير طريقه. ما ينفعش ان انا النهارده ابدا اعمل ضغط 90 دقيقه عالي طول المباراه، مفيش فرقه تستحمل الكلام ده، خاصه انت بتلعب كل 48 ساعه مباراه. فالنهارده كولر تغيير طريقه لعبه ده النهارده شيء ايجابي النهارده، انك انت بعد ما سجلت الهدف الاول بعديه الهدف الثاني، توقيتات الاهداف النهارده فيها توفيق من ربنا كبير. مزبوط. جدا ادت اريحيه لعيب النادي الاهلي، بدانا اللعيبه النهارده توقف، بدا النهارده يبقى فيه شكل دفاعي هنحتاجه في مباراه سان داونز القادمه. ده اعتقد ممكن كولر يبني عليه عشان الماتش اللي جاي المهم، وده مهم جدا، وده اللي كنا بننادي فيه بعد مباراه سان داونز وانت متقدم 2-1، بعد مباراه الداخليه وانت كسبان 1-0. لازم اللعيبه تقف، لازم اللعيبه بينها وبين مع بعض في الملعب، كسبان محمد هاني اقف، علي معلول اقف، اثبت دلوقتي بعد الهدف.
حمدي فتحي وديانج ومروان عطيه النهارده اللي في الهدف الثاني هدف حلو قوي، ويا ريت بس مخرجنا يجيب لنا الهدف الثاني الباصه بتاعت مروان عطيه. ايوه حاجه حلوه قوي يعني النهارده توقيت الباص الاستلام الهجمه وكمان وبدايتها من بدايه الهجمه زي لاعبي النادي الاهلي استحوذوا على الكوره كانت ناحيه الشمال دورت الكوره وراحت في نص الملعب لما راحت لمروان عطيه في الهدف الثاني ومحمد هاني قاطع وبتتحط في ظهر الراجل عشان محمد هاني يروح. ده بس بيرجعني لاحد المحللين اللي كان بيقول على مروان عطيه ده لعيب ما بيعرفش يباصي. يعني شوف النهارده اتمنى هو يتفرج النهارده على مروان عطيه والباص بتاعه اللي بيودي محمد هاني للجون بيروح الراجل يسجل هدف، هدف من الاهداف الحلوه اللي فيها شغل فعلا من الجهاز الفني. لكن في المجمل النادي الاهلي النهارده كان هو الافضل رغم ان المباراه متوسطه، النادي الاهلي كان هو الاخطر والفرص الاخطر. تغييرات كولر كانت منطقيه كلها معظمها راحت اللاعبين، مروان عطيه انت هتحتاجه المباراه القادمه بتريحه، ميرسي تاو في اخر المباراه انت لعبت بدون راس حربه خلاص انت طلعت من المباراه اللي انت عايزه وانت تتحفظ في نهايه المباراه. رأفت خليل وجه صاعد اعتقد هياخد الفتره اللي جايه وهيبقى في حسابات كولر وهيبدا يديله خلال الفتره القادمه. رامي ربيعه رغم الخطا المباراه السابقه في مباراه الداخليه لكن الراجل يعني برضو عنده نوع من الايه بقف جنبه نفسيا وده مهم جدا من المدير الفني اللي عايز اللعيبه بتاعته كلها يبقى في حضنه كده ويقدر يستخدم الاوراق كلها. فالنهارده برضو رغم خطا رامي ربيعه المباراه السابقه لكن النهارده استخدمه في المباراه دي حتى لو بعض الوقت فبيكسبه معنويا. اتمنى برضو زي ما الكابتن عادل قال ايمن اشرف يكون في حساباته، لعيب مهم، لعيب ليه خبرات، لعيب ان شاء الله لو دخل هيبقى اضافه في 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 فريق النادي الاهلي. هو احيانا بيبقى المدير الفني ليه وجهات نظر في بعض اللاعبين يعني بيبقى من الصعوبه ان هو يغيرها في الثوابت يا كابتن في التدريب. اكيد انا بقول احيانا ما بتكلمش على واقع معين. في النادي الاهلي المدير الفني طبعا بياخد كل الصلاحيات بالظبط، لاعب مين ما لعبش مين ادى مين كل الكلام ده شيء جميل لكن يعني ياخد فرصه ولو خد فرصه انا متاكد ان شاء الله يقدر يثبت نفسه وعنده خبرات وبيلعب برضه. انت النهارده بتحتاج اللعيبه كلها ممكن يلعب ناحيه الشمال يلعب اكثر من مركز وقت من الاوقات لعب مع الراجل المدير الفني منتخب مصر في نص الملعب مزبوط. فالنهارده لا عنصر برضه نتمناه ان شاء الله يكون موجود لكن عشان ما نخرجش بره مباراه المقاولين ثلاث نقاط مهمين جدا 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 في مشوار الدوري للنادي الاهلي بيسعى عليه بكل قوه ان شاء الله ان بطوله الدوري تكون في الجزيره السنه دي ان شاء الله. ومباراه سان داونز يعني هيبدا بقى يحضر لها مش هقول من بكره ده من النهارده صحيح. بعد المباراه على طول استشفى في اوضه اللبس اللعيبه ده محضر لها من قبل الماتش طبعا والله يعني ربنا يكون في عونه. وانا النهارده عجبني كولر ان هو ما فكرش في مباراه سان داونز على حساب المقاولين لا ادى المقاولين حسابه فرقه محترمه اشتغل عليها النهارده وحب ياخد الثلاث نقاط وقفل صفحه سان داونز. بعد المباراه خلاص يبدا بقى يفكر في سان داونز ازاي يواجهها ازاي لعبها وان شاء الله تبقى الفتره اللي جايه خير على النادي الاهلي باذن الله.